السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين صفحة بو الحديزات، قناة بو الحديزات على اليوتيوب. راح نديرو فيديو اليوم خفافي ظريف، كيما نقولوا دورة خفيفة على بعض السيارات الأكثر ضرباً. بزاف ناس سقسوا فيا يم بو الحي شحال تسوى هذه السيارة، مع العلم أني ديجا درت فيديوهات مشابهة لهذا الفيديو من وفات، مي هكذاك وجاوني دي بروبوزيسيون. قال لي محمد كي تلقى حاجة أرخص شوية ولا البري تاعها لاباس به ريزونابل تقدر تبارطاجي معانا. خليكم على الفيديو هذه، نروحوا نشوفوا بعض السيارات اللي الناس سقسي عليهم بزاف. الحاجة الأولى راح نبدا لكم بها، راح نبدا لكم بهذا الكلاس أ، كلاس أ ربي يبارك ما شاء الله، روعة. كي نقول لك روعة ما شاء الله روعة، كي نقول لك بروبر بروبر ما شاء الله الله يبارك. شوفوا الله يبارك فينيسيون تاعها هنا كيما راكم تشوفوا فيها قدامكم، فيها البواكيس لتحت بالنوار كيما راكم تشوفوا فيها قدامكم هنا ربي يبارك، معمرة من كلش. هذه واش من كلاس أ، دوك نشوفوا الفينيسيون تاعها الله يبارك لداخل. هذه الكلاس أ خاوتي كيما راكم تشوفوا فليطة تاعها بيضاء ما شاء الله بروبر، كي نقول لك بروبر ما شاء الله بروبر. الناس اللي تشري الكلاس أ والناس اللي مهتمة بسيارات الكلاس أ خاوتي، ها هي ليك كلاس أ. هذه خاوتي الأ 200، الأ 200 خاوتي ماشية 62000 في ليسونس، ماشية 62000 في ليسونس 2019 خاوتي. البري تاعها شحال راهم حاطينو؟ راهم حاطينو 33490. كي تقول لي نبول حي 33490 أورو أبري، شحال طيح بدراهم البلاد؟ الناس اللي تحب تدير المقارنات مجرد كيما نقولوا فضول برك، يعني الناس يروحوا بعيد مع هذه السجيات مي ما تروحش معاهم بعيد، فضول. الناس تحب تعرف في المهجر شحال راه تخلص فاس الكراري، شحال راهم يديروا عندهم في بلادهم. هذه اي انسان، انا راهم يعيطوا لي من ليبيا، يعيطوا لي من مصر، الحمد لله لك يا ربي. الناس الكل عندهم هذا الفضول، يحب يعرف شحال يسوى السيارات هذون في اوروبا، مع العلم انهم ليست سيارات اوروبيه، هذه السيارات هما سيارات المانيه. ابري بدراهم البلاد طيح بواحد 700 مليون 720 مليون بالتقريب. هذه في 2019 ماشيه 62000. الصالون تاعها الله يبارك راهو لي قدامكم باش تبان لكم كارت ديماج صافا، ها هي ليك في الروج جاي جايه في البواط اوطون ليكرون في الكبيره الله يبارك. الا 200 هاي معروفه ربي يبارك ما شاء الله زينه. روحوا نشوفوا سياره واحده اخرى اللي هي تقريبا نفس كيما نقولوا المزايا والاخر، مي في ماركه واحده اخرى، خليكم على فيديو خوتي. فوالا السياره الاخرى اللي تقريبا نفس المزايا مع الكلاس ا، اللي كيما نقولوا المنافسه لسياره الكلاس ا، هي الاطروا ربي يبارك. هذا الاطروا نفس لاني مع الكلاس ا اللي كنا نشوفوا فيها درك. هذا الاطروا لي زوبسيون تقريبا في نفسهم مع الكلاس ا، تلقاها في المعمره ربي يبارك. الكلاس ا هذه ها هي لك الكلاس ا كيما راكم تشوفوا فيها ربي يبارك، فيها لافار كيما راكم تشوفوا لي كزينو المعمره كاع ربي يبارك ما شاء الله. كلاس ا سياره روعه، سياره مانيش انا نحكي لكم على الكلاس ا، التاريخ تاعها هو اللي يحكي عليها. السياره هذه تاع الكلاس ا فيها لي جونت تاعها كيما راكم تشوفوا فيهم الله يبارك. وهذا الاسعار اللي رانا نشوف فيهم خاوتي راهم عند كراج، كيما نقولوا عند كراج، كي نقول لك عند كراج تعرف باللي لي بري يجوا شويه زايدين على خط الكراج يمد لك الكارونتي. شوفوا الله يبارك الكلاس ا هذه كيفاش راهي دايره من لاريير، ها هي لك لاريير تاعها خاوتي ما شاء الله صراحه زينه. كي نقول لك نقيه نقيه، فينيسيون تاعها 35 تي دي آمين الله يبارك ما شاء الله. لمسه تاع البيكاريه في الكلاس ا يعجبني، ها شوفوا الانتيريور تاعها كيف كيف خاوتي. في البوات اوطو، في البوات اوطو، الصالون في الجري ربي يبارك ما شاء الله، ليكرون منه ومن هنا ويخرج الاخر في الطابلو كيما تعرفوا. هذه الكلاس ا شحال دير سياره الكلاس ا هذه ينبو الحي ينبو الحي. هذه السياره تاع الكلاس ا راها نفس لاني مع الاخرى وتقريبا نفس المشيه، هذه ماشيه ناقصه شويه على الكلاس ا. وشي هو انت تعرف روحك واش تدي ولا واش تسوم ولا ربي يسهل عليك. صح هذه واش قال لك؟ قال لك اطروا سبورت باك 35 تي دي 150 ديزاين لوكس، هذه حاطينها ب 27000 اورو 490 اللي هي ماشيه 32000 ديزل، ماشيه 32000 في الديزل 27490. راه كاين تقريبا ديفيرونس تاع قريب 6000 اورو ما بين هذه وهذيك. الماركة تلعب دور، الاسم يلعب دور، كل شيء يلعب دور. هذه راه ماشي اقل من الاخرى، الماركة هي اللي تحكم في السيارات. وهنا خوتي راح نزيد لكم هذا البي ام سيري الله يبارك ما شاء الله، عجبتني تحفة انقية، سنة صنع 2019 كما كنتوا تشوفوا في الكلاس ا وكما كنتوا تشوفوا في الاطروا اودي 2019 ماشيه 90000 خوتي. كما تعرفوا البي ام كي تقول لك ماشي 90000 بسم الله، هذه عنده هو 90000 خاطر ما شاء الله سيارات بي ام ناجحين جدا خاصه في البوات مانيال.
هذه اللي كنت تشوف فيها قدامكم خوتي سنة الصلح 2019، شحال حاطين هذه البري تاعها؟ حاطينها ب 15000 اورو و490، معناتها تعود تشري في السيارات هذو الصغار الميني كيما نقولوا حنايا، الكاتيجوري تاع الكلاس ا والكاتيجوري تاع تاع الاطروا، تقدر تخمم بزاف بزاف بزاف، خاطر قادر تجيب نفس ليكيفالون هنا في فرنسا على باب، شو يديروا لهم كاع ينحوا هذه الكتيبه، اغلبيه اللي يجيبوا الكاروسه يلقاها شغل الموتور تاعها ضعيف، وش يدير لها؟ ينحي لها هذه الكتيبه على جال باش في الطريق تعرف ما يحقروش. هذه السياره كيما كنت تشوفوا فيها اخوتي بوات مانيال سنة 2019 كما كنت شفتوها، يبقى الاختيار لكم انت يا خويا، شوف لا فيديو وخمم وقول لي واش من سيارة تعجبك فيهم. انا صراحة كي تقول لي في هذوك ثلاثة واش يعجبك، تعجبني هذا البي ام، ما نكذبش عليكم شحال من مرة سوقتها وشحال من مرة جربتها وجربت تونيدرو تاعها، ربي يبارك ما شاء الله، صح سيارة فخمة خاصة لو كان تجيبها في 225 في ال 125 ولا في ال 30 اي، ما شاء الله يا خوتي انا جربتها في ال 30 اي ايسونس ما شاء الله خاوتي، ولا في 35 اي كارثه، ربي يبارك والله فيها موتور ما تشبعش منه، عبالك البي ام الحاجه اللي تعجبك فيه فورسي على روحك، مهما تفورسي راح يقول لك زيد، ما عندك حاجه تزيدها وانت راح تقول له هي عندي لاكسيراتور افون، يقول لك يا حسره ابوي على روحك، ربي يجيب لك 90 ان شاء الله. خاوتي كانت هذه البي ام، خلوكم مع لا فيديو، نروح نزيدو نشوفوا سياره واحده اخرى تقريبا نفس الكاتيجوري معاهم، وش هو يتبدل البري. واخيرا راح نجيب لكم هذه السياره اللي هي يسموها سياره الليكزوس، سياره الليكزوس ربي يبارك، هذه سياره صح قويه ربي يبارك ما شاء الله في الابريد، سياره كيما هذه ربي يبارك، انا شفتها عندها مده كبيره، عندها مده كبيره هنا في الكراج، هذا مازال ما تباعت لهمش. على كل حال كيما نقولوا احنا، انا نسميهم هذه السياره، نسميهم سيارات المظلومين، مظلومه صح، هذه لو كان تشوفها من الداخل ربي يبارك، تشوف القوه تاع المتحرك تاعها تفهمني بزاف. هذه السياره انا حطيتها لكم على السيارات اللي كنا نشوفوا فيهم الكلاس ا والاطروا والسيري ا مرسيدس، البي ام كما كنا نشوفوا ربي يبارك، هذه تقدر تقارنها معاهم، عندها نفس القوه تاع المحرك معاهم تقريبا، وزيد في الابريد مام الكاتيجوري تاعها نفس الكاتيجوري مع الاخرين. خليكم مع السياره هذه، روحوا نشوفوها من الداخل ومن بعد نرجع نقول لكم البريد تاعها شحال يدير، مع العلم انها سياره سنه الصنع تاع السياره 2019. هاي لكم من الداخل، تفتح الباب ها تفتح الباب ربي يبارك، شوف الطابلو تاعها كيفاش راه مديسيني ربي يبارك ما شاء الله. هنا عجبتني حكايه لاسوري هذه هنا الله يبارك في الكودوار، بوات اوتو في الابريد خاوتي، هذه كي نقول لك سياره مظلومه صح سياره مظلومه خاوتي. الصالون تاعها خاوتي فيه الكليماتيزور وفيه شوفو يخرج الهواء ربي يبارك منه برد ويسخن ثاني ربي يبارك ما شاء الله. لاريير تاعها هاي لك الكوير باردو، عجبني لا كولير هذه تاع الكوير بالذات زينه ياسر خوتي، ماهيش وساخه وعاطيه واحد النظره حاله زينه في السياره من الداخل. راحوا نشوفوا السياره من ثم باش تفهموني كي نقول لكم عندها بزده مده ما تبعتش، عندها مده ما تبعتش، هاي وين الدليل خوتي، ها السياره دايره بها رتيله من كل فاس، ما نكذبش عليكم عندها، كي نقول لك عندها مده راني عارف روحي شنو نقول لكم مليح. شوفوا كي نجوا نشوفوها، اخطر اي كان كي يلحق هذا البري واش يدير في باله، يقول لك لا لا انا اول يوم نشري سياره كيما هذيك راح نشريها في الفولكس فاجن ولا نشريها قادر بالبري هذا خاوتي، تشري تيغوان، تيغوان تشريها 2020 2021 مطرطق جايتين، قادر تشري كلاس ا تشري كلاس ا 2020 2021 نورمال 2020، قادر تشري الاطروا تشري الاطروا، الناس جايتين يقول لك كيما هكذا، مي صراحه كي تشوف قوه السياره وتشوف واش تمد لك تفهم بزاف صوالح خاوتي. السيارات رانا نهضروا على سيارات عريقه، ليكزس مانيش انا نحكي لكم على التاريخ تاع ليكزس، دبي يكتبوا غير في ليكزس، وسيارات مقاومه للسخانه مقاومه للبرد مقاومه لكلش ربي يبارك. ها هي لك السياره، شوف الله يبارك ربي يبارك ما شاء الله روعه، نعم القاعده تاعها حاله زينه. نروح نشوفوا سعر السياره كيف كيف خوتي، كلتها رتيلة سيارة كلتها رتيلة. سعر السيارة خوتي 34000 أورو سنة صنع 2019، شحال ماشية يا مولحي؟ ماشية 35 كيلو، 35 كيلو معناتها 250 حصان قوة المحرك تاعها، جديدة ربي يبارك ما شاء الله. واش راح نقول لكم
خلونا تعليق، واش من سيارة عجبتك فيهم؟ واش من سيارة حلات لك في عينك فيهم؟ واش من سيارة عندك خبرة فيها وتعرف عليها أكثر وأكثر؟ احكي لنا عليها في التعليقات. كان معكم بول حديثات، ما تستناو، ما تنساوش خاوتي، تعليق كومونتير، ابوني لاشين اللي كنت ماكش ابوني، ابعث لاشين لواحد من اصدقائك، اصدقائك دعمنا في لاشين، ربي يبارك فيك ان شاء الله. سلام.